معنا اتصال. مريم، اهلا يا مريم. مريم انقطع. مريم ايوه، يلا يا ريهام. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا النهارده؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. الله يخليك، بنحبك في الله والله. حبيبتي ربنا يخليك، احبك الله الله اللي صحتنا يخليك. من عندك. هي انا عندي رؤيتين وبنتي رؤيه واحده صغيره. اتفضلي. هو انا كنت شفت رؤيه يا دكتوره من علي حوالي، صوتك يا ريهام عشان الصوت بعيد. شفت رؤيه من حوالي 3 سنين. ايوه. شفت ان انا على باب شقتي، شفت ان انا على باب شقتي وصوت بيقول لي ان خالد اخوكي مات. مين؟ ف اسمه ايه؟ صوت انا مش شايفه حد ايوه يعني. اخوك اسمه ايه؟ خالد، خالد. خالد اه بيقول لي خالد اخوكي مات. ايوه. فانا زعلت قوي وعماله اقول مات ازاي ومش عارفه ايه وكده. فانا واقفه، وانا واقفه على باب الشقه قال انا شايفه الشارع وشايفه عربيه ميكروباص جديده بيضه مودينه فيها على المقابر. قال هو مات، هو وناس تانية معاه، والعربية دي مودينها رايحين بيها على المقابر. فأنا زعلت ودخلت على المطبخ وأنا زعلانة قوي، فلقيت حسين فهمي الممثل فاتح التلاجة وهيعمل أكل. فأنا بقول إيه، طب مش كانوا جابوه عشان نشوفه؟ قال لي يا بنتي كل واحد من الناس اللي ماتوا دولت سمحوا الواحد بس من أهله يروح يشوفه. فرحت خارجة تاني على باب الشقة، فلقيت حد جايب لي برضو، قال حد ده انا مش شايفاه، بنطلون جوزي داخلي رمادي وبنطلون تاني يعني يلبس حد عنده 9 سنين او 10 سنين كده، برمودة عارفة حضرتك اللي هو القماشة اللي هي الدمور بتاع زمان بس جديدة. قال البنطلونين دول معلقين في الهوا. قال انا رحت لقيت نفسي بقى في الشارع، انت عندك ولاد؟ عندي بنت واحدة. اه فلقيت نفسي ماشيه في الشارع وراح عند واحده خضريه، جبت من عندها خضار كده، حاجات كده يعني بقدونس وخس وحاجات كده وبصل اخضر في شنطه. ورجعت تاني وانا ماشيه، رجعت لقيت واحده قريبتي وبنتها سلمت عليهم ورحت اسمهم جاي. ايه؟ نعم، اسمهم ايه؟ قريبتك وبنتها؟ اعتماد وسناء. ايمان؟ اعتماد اعتماد؟ وسناء. اه فروحت جايه بقى، لقيت جيت على بيت واحد ناس قريب والدتي، فلقيت عندهم ناس كتير قوي وقاعدين ساكتين زي ما يكون عزة، بس هم قاعدين ساكتين ما بيتكلموش. والوحيده اللي انا حققتها فيهم عمتي، وكانت في الوقت دوت كانت عايشه بس كانت مريضه، هي توفت دلوقتي. فلقيتها قاعده ولابسه بنطلون جوزي وصحيت على كده. هو طب اتفضل. مش عارفه اقول لك ايه، هي الرؤيه مش كويسه، بس يعني مش عارفه هي عايزاني افسرها لك ولا ايه الدنيا، لان انا مش حضرتك اللي تشوفيه بقى. والله بصي انا شايفه ان كل الرموز اللي فيها وحشه جدا، فيعني اتفلي على يسارك 3 مرات، استعيذي بالله من شرها، طلعي حاجه لله عشان ربنا يصرف لك عن شرها. يعني هي كانت من 3 سنين يا دكتورة. ما احنا دلوقتي الرؤية إذا أولت وقعت، ما في حاجات لسه ما حصلتش، لو قلناها دلوقتي هتقع، إيه طب رأيك؟ في حاجة تحذيرية يعني آه اخد بالي منها يعني ازاي؟ خلي بالك، يعني بصي هي مش تحذيرية، هي استقبال يعني بلاء، يعني فهماني؟ ربنا يرفع عنك يا رب، هو أصلا الدعاء بيقطع سير البلاء. ادعي كتير، استغفري ربنا ان ربنا يرفع عنك اذى الموضوع ده، خلاص؟ لان اصلا اسم خالد لما يموت مش حلو، ده معناه يعني بلاش، مش عايزه افسرها لك يعني.